عشان يرجع اسمنا يرن في السوق. انت اللي بتقولي كده يا اما؟ السوق ما بيرحمش يا ابني، وانت غيبتك طالت، وخالك مش زيك، خالك ما يقدرش على الحيتان اللي حوالينا. ومن الاخر بقى ما احناش حمل خساره تانيه، القرشين اللي لميناهم يا دوبك على مصلحه الصعيد. ولا انت استحليت النومه للمغربيه ورميتنا هنا وبرطعه النوح في عزنا؟ العمروتي عايزني ابقى ضله في السوق. شفت بقى، معاه هتبقى كبير السوق. ياما ده عايزنا نشتغل في اللي ملناش فيه، احنا بتوع مزاج الخير. طاطي للريح شويه يا خميس، لغايه ما نغطي ظهرنا ونلم اللي اتبعتر مننا. غير لك حجر ياما؟ انا استكفيت يا ابني. ربنا يديك الصحه. الا احور شوق. لقيت نفسي عرقانة، دخان الشيشة خنقني قوي، قلت اطلع اتهوى. بسم الله الرحمن الرحيم. هو في حد سألك الخال فين؟ بعد ما هد حيلي طول الليل ضحك ورقص ودلع، بديله ايديا كده، جه في حضني وقام هوب نام. تيجي تبص؟ ابص على ايه؟ على الخال. ربنا يديله الصحة، الخال اسد. حلوة السلسلة دي؟ بتهيالك انها حلوة؟ لا، انها سلسلة. والنبي لو تعرف ايه اللي فيه هصعب عليك. هات ايدك كده وجس. واو ليه؟ جسمي نار، تعبانة، وعظمي بيوجعني من ركنة. عايزة نصيحتي؟ يا ريت. تخشي وتركيني جوه في حضن الخال يا مرات الخال، وبلاش الواقفة هنا كده احسن الهوا يلطشك. يلا يلا يا حلوة، يلا اقفلي. يتوب علينا ربنا. مالك متكومه كده ليه؟ مصيبه لا تكوني عرقانه انت الاخرى. ليه؟ عملت ايه انا عشان تزعلي؟ ما انا مش متعود لسه على حوار التليفونات ده، وبعدين هكلمك ازاي يعني؟ انت مش واخده بالك؟ صوريني صوريني يلا. مش فاهم يعني ايه تليفوني. افتح ايه؟ تفتح الكاميرا اهو. عشان اشوفني انا؟ انت كده شايفيني؟ ياه، ده ايه المصيبه السودا دي؟ يا بنت ليه؟ خلاص انا اكلمك. ماشي، قصدي هشاور لك. ماشي يا قرد، تعالي. في رجاله كتير هتتسلم في الحركه دي. يا نهار ازرق.